أو حتى في احنا مستوى محتاجين أساتذة، الأساتذة ما تكوين جيد على الأقل. ولكن سيدة سلوى متكونة تكوين جيد، وهي موجودة في معهد الصحافة مثل زميلاتها وزملائها. يعني المهم مش ليس هذا، ولكن هناك جملة عناصر لابد من القول، هو أن سي عامر يصر على أنه مسألة الأخبار لا تعجبه لأنها ليست متوازنة. نحن نقول إننا نعمل بعيدا عن السياسة وبعيد عن ما يمكن أن يسلط علينا من تأثيرات، وهي تأثيرات موجودة ومحاولة، ومن بين ذاك الاعتصام الذي كان قائما على البر، اعتصام يعني تأثير نفسي محاولة. أوكي. والتليفونات تجينا يوميا من السياسيين، من الأحزاب، ومن الحكومة، ومن الشارع. يعني كله في المشكل هو أنه السياسيين ما زالوا مستوعبوش، هم نفسهم ما زالوا متطوروش بذهنهم أنه لابد مثل ما أنهم هم يقوموا بعملهم فللصحفيين أيضا أن يقوموا بعملهم في هذه المرحلة، لأنه لهم دور ولأنهم رسالة في 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 التطوير وفي التغيير. وانا انظر احيانا الى انه انطلاقا من تصريحات سي عامر، وانه ما يشغله، وهذه هي الحقيقه، ما يشغله هو البحث من خلال التلفزة عن قاعدة شعبية تهيئ له الانتخابات القادمة بالنسبة له او بالنسبة لمقتبل الاحزاب الاخرى. هم يرون انه من خلال يريدون أن يظهروا أكثر ما يمكن في الشاشة على الأخبار، بينما الأخبار في نظرنا من خلال اقتناء الأحداث ومن خلال ترتيبها، نحن نجعل التونسي وهو جالس في بيته يطلع على واقع تونس كلها. احنا لا يمكن ابدا، نحن لا يمكن ابدا سي عامر سمحني، لا يمكن ابدا ان ما نغطيش الاحتجاجات والاعتصامات، لاننا نكون في هذه الحاله اخذنا بمهنتنا، لان هناك اعتصامات واحتجاجات موجوده ولابد ان ننقلها للناس. ومثل ما ننقل ايضا، طلب منك لا تغطي الاعتصامات. لا، انت تقول ابدا، انا قلت لك جيب الراي والراي الاخر. انت قلت لكن انت الان عندما تنطلق من انه هل هم عندهم حمله انتخابيه، انت قلت وكأن حرب اهليه، وكأن حرب اهليه تتحول بتصريحك الحالي، لا تتحول الى طرف سياسي وليس الى صحفي. لا، ليس رئيس تحرير، انت الان تتكلم كطرف سياسي. انا اقول لا، مش طرف سياسي، لا، انا اقول سي عامر سامحني، انا اقول سي عامر هو انه الاخبار لابد ان تشمل نشاط رئيس الحكومة والسياسيين يعني، ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي والأحزاب، والأحزاب السياسية مثلا، أي حزب تحدثنا عنه، تحدثنا عن حزب التكتل مثلا لما وقعت فيه أزمة في داخله، تحدثنا عن الحزب التكتل، التكتل كان في الأزمة لأنه حدث، تحدثتوش على المجلس الوطني، لأنه هذا حدث، لأنه هذا هو الحدث، لأنه هذا هو الحدث. إذا كان نتحدث عن الحدث، إذا كان الحياة ماشية طبيعية، ما يكونش حدث. المجلس الوطني عبد الناصر، المجلس الوطني عفوا، المستقبل وعلى تحسين النشرة.